وثق مقطع فيديو متداول لقاء الطائرة من طراز بوينغ 747 وهو يواجه صعوبة خلال عملية الهبوط في مطار ناريتا الدولي شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو بسبب تأثير رياح جانبية شديدة. وأظهر الفيديو قائد الطائرة وهو يعاني من الاهتزاز الشديد داخل كابينة القيادة، وقارنه البعض بسائق شاحنة يسير على الطريق أو على طريق جبلي وعر. 50 30 20 10